خريجو أكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية في البصرة شركة موانئ العراق الإيفاء بوعودها بالتعيين ضمن ملاكاتها بحسب العقد المبرم بين الطرفين. جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية نظموها أمام مبنى الشركة. نحن خريجي أكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية من مركز التدريب المهني والكلية البحرية واقفين حاليا بطرف هاي الوقفة الاحتجاجية على مود التعيينات. احنا ملزم الشركه بتعييننا بس لهذا يومك تخرجنا من سنه 2020 14 تموز ولهذا يومك ماكو اي تحقيق لمطالبنا. احنا ناس خريجي درسنا وتعبنا وعلى اساس انه الشركه قالت انا ما اقدر، تدري انت هاي الاوضاع صارت بالبلاد من كورونا وموازنه، قالوا احنا ما نقدر، انقرت الموازنه راجعنا وقالوا لحد ما تنقر الموازنه، انقرت الموازنه وراجعنا وقالوا لحد ما تجي التعليمات مال الموازنه ما نقدر نتحرك. واجت التعليمات وعلى اساس انه كتابنا يصعد الامين العام وما صعد ولحد الان ماكو اي خبر على التعيين. انا اختاريت الكليه البحريه، كان لي طموح انه ادخل الكليه البحريه، عقت الكليات وعدت سنه بالسادس على مود ادخل كليه بحريه لان كان معدلي ما ينقبل. بالكلية أول سنة تخرجت من السادس، بعد السنة ثانية على مود أتقدم على الكلية البحرية وأقدم خدمة الوطني. جينا الكلية البحرية 15 طالب من 8 طلاب بحري تجاري و7 طلاب هندسي بحري. بالنسبة لطلاب المركز 66 تدرب مركز التدريب المهني 66 طالب، فإحنا عددنا يعني ما مو تقول فد عدد يعني كبير على مود إنه يتلافون شغلتنا. إحنا لا رفعنا لافتة، لا رفعنا أعلام، لا رفعنا أي شيء. احنا هذا حقنا، احنا جايين وفق عقد، عدة عقد ثاني انا مطالب بعقدي بانه شنو اتعين، اللي يرفع لافته واللي يتظاهر هذا كل شيء ما عنده. انا اريد حقي، يعني انا عندي عقد، عدة عقد ممرض بيني وبين الشركه، 6 أشهر مذكوره بالاعلان، اليوم انا صار لي 9 أشهر قاعد، ليش؟ شنو السبب؟ انا هذا حقي، انا تمويل ذاتي، يعني هو يقول لك بالعقد تمويل ذاتي، يعني على الماليه الداخليه. يعني هو المفروض يطالب بالموالطه، هو المفروض عنده عقد بينه وبينه. انا وفق هذا العقد حتى اقدر ارفع بمحكمه. احنا طلاب مو بس من محافظه البصره، لا، احنا ابو بغداد، ابو الناصريه، ابو العماره، يعني محافظات العراق جميعا. نطالب اليوم بهاي وقفتنا الشباب بتعيينهم بشركه الموانئ حسب العقد المدروج بين الطرفين. لذلك احنا تعبنا فتره ما يقارب 3 سنوات من دراسه بالصيف والشتاء والبرد والحارة، وتعرف انت اكاديمية الخليج العربي نظامها عسكري، يعني تعب تعب. انا واحد من الناس يعني حتى عملية صارت عندي من وراء التدريب، زين انا من اتخرج غير اكون مستقبلي قدامي.